جهود ابدا في محافظه الدقهليه في الثلاث محاور اللي بتشتغل عليهم. هتشتغل في محور الشراكات الكبرى. احنا انشانا مصنع في مدينه صناعيه في جمصه باستثمارات 50 مليون دولار. ده ان شاء الله هيوفر اكتر من 1000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره لكل اهالينا، ويتم افتتاحه ان شاء الله في اخر السنه الجايه. بالنسبة لمحور التدريب الفني والحرفي، احنا بدأنا يا فندم أول مجموعة تدريب على الصناعات الصغيرة والحرفية في محافظة الدقهلية. وكمان بالنسبة لجهود دعم الصناعة، احنا اشتغلنا أكتر على جهود دعم الصناعة في محافظة الدقهلية وكل التحديات اللي كانت بتقابل المصنعين في المحافظة.